نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا له الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ابتدينا او انتهينا المرة اللي فاتت وقفنا خلصنا string functions وخلصنا strings. تمام، خلصنا strings و strings function، خلصنا numbers، عرفنا numbers تمام والfloating point numbers، الحاجات دي كلها احنا عرفناها المرة اللي فاتت. النهاردة ان شاء الله زي ما احنا شايفين ان النهاردة عنوان المحاضرة بتاعتنا هي الاريز. انا محتاج من الناس تركز معايا النهاردة عشان الاريز شوية مختلفة عن الحاجات اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، وشوية مهم ويعني شوية اصعب من الحاجات اللي فاتت او من كل اللي احنا عرفناه على البي اتش بي. الاريز من الحاجات المهمه اللي لازم نكون مصحصحين فيها قوي النهارده، فالناس ايه تصحصح معايا شويه. اوكي، طبعا زي ما كل مره بقول ان احنا بنكتب البي اتش بي بتاعنا بنكتب البي اتش بي بتاعنا انسايد اتش تي ام ال، وبن امبلمنت البي اتش بي كودز inside the body tag of the HTML tag. يعني لو انت صفحتك عندك على التكست اديتور بتاعتك عامله زي ما انا بكتب كده حاليا، المفروض بعد التايتل هيبقى end of the head، نقفل الهيد، بعدين عندنا البودي تاج، احنا بنكتب inside the body tag HTML ونزل تحت نكتب body and then end of the HTML. تمام، فاحنا لما بنبدأ الكودز او بنكتب الكودز بتاعت ال PHP كتب من هنا كده، نفتح ال PHP بتاعنا كده. تمام، النهارده بنتكلم عن حاجه مهمه جدا اسمها الريز. طيب بالعربي كده يعني ايه الريز وايه فايده الريز او الاري في البي اتش بي؟ الاري ممكن تقدر تفكر في الاري على انه مثلا نقدر نقول اكسبندبل فايل فولدر او مصفوفات، ماشي، بس احنا هنوضحها اكتر بطريقه شويه محمد، نقول عليه ان هو ايه فولدر او فولدر كبير. يعني تقدر تقول اكسبندبل فايل فولدر، الفايل فولدر ده مظبوط، بس خلينا اوريك الفكره ازاي. الفولدر فيه بوكيتس، فيه بوكيتس كتير، انت بتستخدم البوكيتس دي ان انت بتشاور على كل بوكيتس سواء كان برقم او بفاليو او وات ايفر انت بتشاور عليها ازاي، عشان تيجي بدأت تنادي عليها في ايكو او تنادي عليها على البراوزر. فاحنا دايناميك تيبل، مظبوط، ماشي، تمام. فاحنا بنقول عليها ان هو تقدر تقول عليه ان هو اكسبندبل فايل فولدر where you can put item in each of the pockets. تقدر تحط ايتم في each of the pockets. يعني مثلا لو عندك مثلا زي ايه، لو عندك مثلا، انت كده مش سامع؟ طيب يوريو مش سامع كده حاجه؟ لو في مشكله في الصوت بس تقول لي، ممكن اشوف ال تمام، ممكن اصلا عندي كده المايك بتاعي كده على الاخر يعني، ف تمام اوكي. فخلينا نقول مثلا احنا ممكن نتخيل مثلا الاريد عامل ازاي، كأن بالظبط عندك مثلا ايه كوموديرو مثلا، تمام،
وفي الكومبينو ده في دراج كتير، يعني في مثلا تنتبس ليفل كده مثلا 10 دراج او حاجه، كل درج فيهم ممكن تحط جواه حاجه، وكل درج عندك مترقم مثلا من 1 لغايه 10. فانا علشان مثلا عندي 1 انا عارف انا جواه ايه، 2 عارف جواه ايه، 3 عارف جواه ايه. فلما باجي عايز مثلا والدتي تقول لي مثلا روح هات لي حاجه مثلا من الكومودينو، فانا عارف فين، يعني مجرد ما بتقول لي هات كذا انا عارف هو موجود فين، فانا بفتح الدرج واطلع اللي جواه، انا عارف هو موجود فين. ده تخيل يعني بسيط شويه للايه؟ الاري. لو انت حابب تتخيله كده يعني، فدي فكره بسيطه يعني، او لو انت شايفه بحاجه تانية، او هو يمثل لك مثلا حاجه تانية انت عارفه مثلا، فانت براحتك تتخيله ازاي. تمام، بس خلينا ندي مثال بسيط ايه عن array. هنكتب مثلا احنا عندنا فتحه البي اتش بي بتاعتنا كده، مثلا هنقول تمام، هنقول مثلا احنا عندنا البي اتش بي، هنقول ان variable اللي هو array، variable array 1 equal to او بيساوي هناخد بقى امر الاري. تمام، بعدين نفتح parentheses ونكتب جواها الباكتس بتاعتنا، number of the pockets اللي عندنا، يعني هنقول ان الباكتس بتاعتنا جواها 4 و 8 و 15 و 16 و 23 و 42. نقفل parentheses ونقفل ال PHP. تمام، طبعا انا مش محتاج اني اشرح الناس المفروض تعمل ايه. الناس المفروض عارفة ان احنا في كل مرة محمد احنا لما بنيجي كل مرة بنبدأ فيها بنفتح فايل جديد في التكست اديتور بتاعنا، بنسميه باسم التكست اديتور، باسم الفانكشن اللي احنا بنعمله. محمد في حاجة، محمد بيريز هاند، محمد في حاجة، لو في حاجة بليز تايب ات. ويلكم باك ياسمين. من تاني اي حتة بالظبط. واو ماشي. محمد اسم الاري احنا قلنا الاري دي يعني، او هو بالانجلش كده بيقولوا array 1. انت عايزني اكتبه تاني ولا اقول لك معنى الاري؟ معلش يعني وضح شويه. احنا بنفتح البي اتش بي بتاعنا من الاول خالص. واو ماشي. احنا بنقول عن على الاري ان array بنفكر فيها ازاي. احنا we can think of an array like an expandable file folder where you can put items in each of the pockets. وانا رسمت تخيل للري على انه بالظبط عامل زي كومودينو عندك في البيت. الكومودينو ده فيه مثلا 10 steps او 10 ادراج، ال 10 ادراج دول كل واحد فيهم جواه حاجات، مثلا واحد بتحط فيه برفيومز، واحد بتحط فيه مثلا الدرولز، واحد بتحط فيه وات ايفر انت بتحط فيه ايه دي للبيرسونال ستاف بتاعتك. تمام، بعدين مثلا لما انت مثلا داخل تاخد شاور، فانت عارف انت هتجيب ايه من كل درج،
يعني مثلا عندك الدرج الاولاني في حاجه انت عارف جواه ايه، فانا الحاجه بتاعتي لما باجي عايزها انا عارف هو الادراك بتاعتي من 1 ل 10 مترقمين، وعارف كل درج جواه ايه، فانا مش هتوه علشان اجيب حاجه، لان مجرد ما هفتح الدرج هلاقي فيه الحاجه اللي انا عايزها، لان انا عارف جوه كل درج ايه. فبالظبط هو ده الاري، الاري زي ما انا مثال قدامك من اول هنا بي اتش بي، بنفتح بي اتش بي وبنعمل فاريبل زي ما احنا عارفين ايه هي الفاريبلز، فاريبل 1 اللي هو اري 1 ده 1 بي ايكوال 2 ده الاري اهو احنا اللي بندرسه النهارده اري، وجوه البوكيتس بتاع الاري دون نفتح برنتسيز وبنكتب جواها ادي الارقام بتاعتنا 4 8 15 16 23 و 42. يبقى كده احنا عندنا 1 2 3 4 5 6 بوكيتس، يبقى عندنا 6 بوكيتس كل بوكيت جواه رقم، رقم او اسم او وات ايفر هو جواه ايه، بس احنا عندنا دلوقتي جواه ارقام. تمام، عندنا رقم 4 و8 و15 و16 و23 و42. تمام، فهنيجي دلوقتي عشان نعرف حاجه مهمه، هنيجي تحت ونقول له يعمل ايكو للايه، للاري اللي فوق دوت. ازاي بنعمل ايكو للاري، او ازاي ننادي على باكيت جوه الاري؟ فاحنا هنفتح بي اتش بي برضو، بي اتش بي ونقول له ايكو اري 1 اللي هو الفاريبل. تمام، ايكو اري 1 بالظبط. تمام، يعني هنقول له احنا عايزين نفتح براكتس نقول له احنا عايزين رقم 1، نقفل براكتس سيمي كولن ونقفل البي اتش بي. الناس طبعا عارفه هي بتعمل ايه، احنا بنروح على طول بنكتب الكلام دون جوه تكست فايل وبنروح على طول. غلط يا نجمه، غلط. اللي ما بيعملش كده بالظبط. تمام، لازم الناس، تمام، الناس بتعمل ايه، الناس بتعمل تاخد الكلام دون وتروح على طول على البراوزر وتروح عامله ريفرش، تكتب اسم الملف بتاعه. طبعا احنا عارفين اسم الملف بتاعنا وعارفين احنا بنسمي الكلام بتاعنا دون 8. مظبوط، تمام. كده احنا في حاجه مهمه ناقصانا، ان احنا لما نادينا على باكت رقم 1 جوه الاري ادانا 8. طب ازاي؟ يبقى الفاكت بتقول لي ان الاري جوه الاري الباكتس بتاعتها بتبدا برقم 0 مش 1 بالظبط. فاحنا هنعمل ايه؟ هنغير 1 دون، نمسح 1 ونكتب 0. تمام، هنعمل ايكو للكلام دون، نعمل ريفرش، نعمل كنترول اس ونعمل ريفرش على البراوزر هيدينا 4. يبقى كده احنا عرفنا فاكت مهمه ان جوه الاري الاريز بتبدا باي ذا نمبر اوف 0، يبقى بدايه الاري ب 0، اول باكيت جوه الاري بيبقى رقمه 0 مش 1 عشان الناس ما تتلخبطش. الناس تكون فاهمه الكلام ده كويس عشان الناس ايه ما تتلخبطش. تمام، كده احنا عرفنا ان اول باكيت عندنا 0. طيب هنجرب حاجه ثانيه، نعمل حاجه ثانيه، هنقول مثلا بي اتش بي اري 2 ده فاريبل جديد اسمه اري 2. طب الاري 2 ده ايكوال لايه؟ هنقول له اري بعدين نفتح فرانتسيز هنقول له ايكوال تو 6 وعندنا
عندنا مين النهارده؟ عندنا عمرو، وعندنا أحمد، تمام، وكمان هنعمل حاجة جديدة إن إحنا هنحط array جوه الـ array، يعني هنحط another array، تمام، أحمد أهو. Is there a problem with your name؟ هنعمل array وهنحط فيه X Y Z. نقفل قوس على الري الأولاني، نقفل قوس على الري التاني، هو الري بيتقفل عندك. سوري، تمام تمام عامة طبعا على التكس اديتور هو بيفتح ويقفل لوحديه وبيكمل لك كل حاجه لوحديه، فانت دون وري اباوت، انت مجرد ما بتكتب هو بيفتح ويقفل لوحديه. وقفلنا بي اتش بي، وهنيجي تحت هننادي على الاري رقم 2 دون، بس احنا هنرادي دلوقتي نقول array echo array 2، تمام. جوه ال array 2 دون هننادي على ايه؟ اول حاجه هنقول له brackets 2، تمام، هنعمل الكلام دون سوري في سيمي كولم عشان محدش ينساها، سيمي كولمز، تمام مظبوط. ده انا عمرو، لا ادانا المفروض يدينا عمرو مش احمد، نمبر 2 احمد، سوري نمبر 2 هو احمد مش عمرو، نمبر 2 هو احمد مش عمرو، يا محمد احمد احنا قلنا رقم 2 يعني 0 يعني 6، 1 يعني عمرو، 2 يعني احمد، تمام تمام يبقى احمد انت لخبطتني معاك، ماشي. بالظبط مظبوط، احنا بنبدا بزيرو. تمام. طيب لو جينا وغيرنا الرقم اللي جوه البراكتس دون وقلنا له 3، عملنا الكلام دون هيدينا ايه؟ الناس اللي شغاله معايا، لا هو هينفع بس هيدينا ايه يا احمد؟ الري، مظبوط الري، تمام، هو هيدينا الري، معنى كده ان هو بيقول لي انت بتقول ايه؟ احنا انت عايز الباكت رقم 3، بالظبط هو الباكت رقم 3 جواه الري، طب انت عايز ايه من الري اللي جوه الري دون؟ علشان نحدد ونبقى مور سبيسيفيك هنعمل باكتس جديده بعد رقم 3 ونقول له اديني رقم 1. تمام مظبوط كده، احنا عرفنا حاجات مهمه ان الاري ممكن اكتب الباكت بتاعته رقم او سترينج، لان احمد يعني سترينج، وممكن كمان احط او امبلمنت اري انسايد ذا اري، يعني ممكن احط اري جوه الاري، مظبوط كل الناس تمام، بس نفهم بقى ان احنا ممكن نعمل ان الاري ممكن يبقى جواه ايه او الباكتس بتاعته جواها ايه. الباكتس بتاعته ممكن تبقى
نمبرز مالتي، مظبوط. ممكن تبقى نمبرز، ممكن تبقى سترينج، ممكن كمان نحط اري انسايد ده اري. فدي دي حاجه مهمه لازم نكون ايه واخدين بالنا منها كويس، عارفينها كويس، وركزوا في الكلام ده عشان الناس المفروض ما تنساش الكلام دون. الكلام بيتلخبط شويه. تمام. طيب دلوقتي نعمل حاجه، نعمل بس بريك كده، نعمل بي ار تاج، كان ننزل هنقول له مثلا array 2، بعدين هنعمل brackets 3 equal to عندنا مين تاني النهارده شغال معانا؟ عندنا ماشي تمام. طيب احنا قلنا له هنا ايه بقى؟ قلنا له ان احنا عندنا الري رقم 2، الري رقم 2 الباكت اللي جواه اللي هو رقم 3 ده بيساوي الري، هو الري جوه الري. طب الري دون هنساويه بسترينج، يبقى احنا سويناه بسترينج. السترينج اسمه ايه؟ اسمه بريكر. فلما نيجي نقول له مثلا طب بليز ايكو الكلام دون بي اتش بي بليز ايكو اري نمبر 2، تمام نمبر 2 وراكت علشان الباكيت اللي جواه بالظبط بالظبط. تمام. اصبح ان انا كمان ممكن اغير قيمه الاري سترينج او حوالي سترينج، او مثلا عايز احول القيمه بتاعتها او ادي قيمتها بايه، فده ممكن ان انا احول قيمه الاري اللي هو اصلا انسايد ذا انذر اري بقيمة string، ممكن احوله string او number او whatever انا عايز اقول له ايه. محمد raise hand، محمد raise hand، في حاجة محمد؟ كلام اكتبه في النوت باد، هو مش في النوت باد، هو في التكست اديتور، هو مش نوت باد عادي، هو المفروض ان هو التكست اديتور ده خاص بالشغل بتاعنا. انت ممكن تكتب الكلام ده دلوقتي يا محمد وانا بعدين هفهمك تكتب الكلام فين، وهبقى اشرح لك لو انت اتفرجت على المحاضرات القديمه هتعرف الكلام ده بيتكتب فين. تمام. هو مش بيسال على كده يا احمد، هو بيسال الكلام ده ذات نفسه هيتكتب فين على ايه وهيتبعت ازاي، هو عايز يعرف شويه انفورميشنز. فهو يعني انت هتصبر شوية بس يا محمد، وانا هبقى اشرحه لك مثلا بعدين نتكلم مع بعض وهقول لك تعمل ايه وهتجيب الكلام ده ازاي. احنا وقفنا عن ازاي بنعمل او بناخد الفاليو اللي جوه الاري يعني لو في من array وسب array inside the array فنقدر ايكو او ننادي على الباكتس اللي جوه sub array inside the main array. ف
فدلوقتي هنقول مثلا، هنتكلم عن حاجة تانية، مثلا هنقول من أول PR tag sorry PR tag لو الناس لسه شايفة البورد ماشي، لو الناس مش واخدة بالها من البورد ممكن نحاول على بورد جديد. في أي مشكلة حتى في الصوت الناس تقول شكرا. تمام، جزاكم الله خير. تمام، المرة دي احنا هنعمل حاجة. Another one please. As always, Yasmin. طيب. ماشي. PHP. بس احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا عرفنا حاجات كتير، بس من الحاجات المهمة اللي احنا محتاجين ان احنا نعرفها دلوقتي ان احنا كمان ممكن نأساين ليبل تو ايتش باكيت، يعني ممكن نعمل ليبل لكل باكيت. تمام، ده اسمه كيز او كي يعني مفتاح. تمام، فاحنا هنكتب مثال كده بسيط وعشان الناس تفهم احنا بنقول ايه. هنقول مثلا array number 3 are equal to، هنقول له array افتح parentheses، هنقول له first name underscore name. first name ده one هنقول له equal and greater than تمام، و كمان عندنا last underscore name equal to greater than. نكتب parentheses semicolons نكتب ph. تمام، فاحنا كده قلنا له ان ال first name عملنا array كتبنا جواه string اللي هو first name، وال first name دون بيساوي محمود، وعملنا قلنا له كمان string اسمه last name وقلنا ان هو بيساوي حمدي. طيب احنا ايه اللي هنستفيده من الكلام دون؟ ده بيعمل ايه؟ ممكن يخلينا نستخدم المفتاح as a reference to the value، يعني ناخده reference او اسم للفاليو بتاعتنا بتاع قيمه السترينج اللي inside the array. طيب مثلا لما هنيجي نقول له php echo ال variable بتاعنا اللي هو array 3، بس هنقول له ايه بقى؟ هنقول له brackets first underscore name. مظبوط، هات مذاكرة إن شاء الله. نقفل brackets. طيب هيدينا إيه يا بريكا طيب؟ تمام، سوي محمود، برافو برافو. تمام،
اصبح ان احنا عندنا ان احنا ممكن نعمل تمام مظبوط، ان احنا ممكن ناخد هو سلمان برضه عايز يكتب محمود ماشي. طيب يبقى احنا كده عملنا ايه؟ ان الكلام دون بيخلينا ان احنا نستخدم الكي اللي احنا بنقول عليه بن as a reference to the bucket. عندنا bucket inside the array او جيب جوه الاري، الجيب اللي جوه الاري دون بنعمل له ريفرنس او بندي له قيمه جوه الاري. فلما نيجي ننادي عليه فبنلاقي بيدينا القيمه بتاعته. لما اقول له قول لي الفيرست نيم قال لي محمود، ما قاليش ما قلتلوش اعمل ايكو فيرست نيم راح كاتب لي فيرست نيم على البراوزر، لا كتب لي محمود، كتب لي الريفرنس بتاعه. تمام؟ محمد بيكتب حاجة. تمام ماشي ماشي يا محمد كده حاضر. ماشي عشان اللي عليك مذاكر. ماشي فيرست نيم وهنقول له كاتنيتد. تمام مع الري للاست نيم زي بالظبط زي محمد علام كاتب مظبوط. الري اللي هو الفاليو رقم 3 او الفاريبل رقم 3 اللاست نيم براكتس و لاست اندرسكور نيم براكتس سيمي كولونز. تمام هي فعلا سو باورفول ومفيدة جدا، وان دي فعلا حاجة من الحاجات اللي انا فعلا بحبها جوه ال PHP array. فعلا سو باورفول وفعلا هتفيدنا والناس يعني هديها تاسك تعمل حاجة مهمة دي ان شاء الله في اخر المحاضرة. مظبوط كله هيدينا طبعا ايه الاسم اللي هو الفيرست نيم واللاست نيم. تمام دي حاجة كويسة الناس المفروض تكون عارفاها، ناس يعني تهتم شويه بالاري. الاري فعلا سو باورفل وهنستخدمه كتير، واي حد هيشتغل بعد كده ان شاء الله في البي اتش بي هيلاقي ان الاري حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي ما فيش بروجرامر يقدر يستغنى عنها او يقدر يستغنى عن انه يستخدمها في البي اتش بي. طيب زي ما زميلنا محمد علام ورانا اخر حاجه ممكن نعملها في ال inside the array، هنقول حاجة تانية ان احنا دلوقتي ممكن نعمل كمان نغير يعني هنقول php هنقول له ان array number 3 دون اللي هو racket لل first name underscore name equal to علام. تمام تمام ماشي هنقول له ايه طيب يا علام؟
طيب تمام، شفت بقى. طيب هنقول له ايكو اري 3 رقم 3، نقول له فيرست اندرسكور نيم Now we are brothers. كده انت بقى هيبقى اسمك زي اسم، بس خلينا نوري الناس ازاي. طبعا هنعمل الكاكنيشن array number 3 brackets oops last last name تمام كده. علام غيرت له اسمه خالص، خدت اسم علام وحطيته مكان اسم محمود في الاول، بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه علام حمدي. خلاص تمام كده يا محمد يا علام، ده اسمك الجديد علام حمدي. تمام مظبوط تمام واو. ربنا يخليك. طيب كده عرفنا حاجه مهمه تانية جوه الاري، ان انا ممكن كمان اغير قيمه الفاريبل بتاعنا او الاري بتاعنا او الباكت، بس ده احنا بنغير قيمه الباكت او الكي بتاع الباكت لحاجه تانية، لحاجه تانية خالص. يعني انا دلوقتي غيرت الاسم الاولاني، حطيت اسم تاني، بس برضه لما جيت ناديت عليه على الفيرست نيم انا غيرت الفاليو بتاعت الفيرست نيم، خليتها اسم تاني، ولما جيت ناديت على الفيرست نيم راح مديني الاسم اللي غيره. خلاص غير القيمه، اديني الاسم اللي غيره كده تمام. انا بس مش عايز الناس تتوه مني، عشان كده انا النهارده مش هدي حاجات كتير، عشان مش عايز الناس تتوه، فالناس تركز في اللي انا بقوله، عشان هيبقى فيه اساينمنت حلو كده عايز الناس تعمله، وفي تاسك عشان الناس ايه توريني الناس قد ايه شاطره وبتشتغل. هنعمل حاجه بسيطه في النهايه كده عشان ايه، بس بي ار تاج. لو احنا دلوقتي عندنا مثلا الاري بتاعنا دون في في ارقام في باكيتس كتير، فلو احنا عايزين طريقه ان احنا نعرف الفاليوز بتاعتنا اللي جوه الاري والباكتس، الفاليوز بتاعت الباكتس اللي جوه الاري، ففي امر لذيذ كده بنستخدمه، هنقول بي اتش بي، هنقول له برنت اندر سكور ار، ودي اختصار برنت يعني برنت اللي هي الطباعه، وار عشان يبقى ريدبل تمام. وهنقول له array 2 اللي هو في الاول خالص، اللي عندنا في الاول خالص، الناس ما تنساش او ريد، ما خلينا في برنت ريدبل. ايوه مظبوط عناصر تمام مظبوط، برافو عليك يا بريكا برضو تمام. تمام بالظبط تمام. طبعا في حاجه مهمه هنا عايز بس اوري الناس، لما بتتكتب جوه ال HTML tag يبقى التاجز بتاعتها اسمها بري تمام. with their labels برافو
برافو، تمام، ما شاء الله الناس مصحصحة، ما شاء الله الناس كلها فاهمة، دي حاجة كويسة. كده يبقى احنا فهمنا ايه هو الاري، ايه اللي جوه الاري، الباكتس بتاعت الاري ممكن نتحكم فيها ازاي، how to manipulate the buckets inside the array. ده هنعرفه كمان شوية لما هنتكلم عن الـ array functions. بس احنا دلوقتي عرفنا حاجات مهمة، انا مش عايز الناس تتلخبط، عايز الناس تركز في اللي احنا قلناه، وعايز الناس تجرب اللي احنا قلناه مرة واثنين وثلاثة في الـ assignment ان شاء الله اللي انا هكتبه لكم في الاخر دون. ده هيفيد ان يخليك تاكد على المعلومات اللي انا بقولها النهارده بالنسبه للناس اللي اول مره تعرفها. برافو يعني، مظبوط مظبوط يا نجم، هو فعلا كده تطلع مظبوط كده. لما ال انسايد ذا اتش تي ام ال تاج اللي هو بيحطوا لي طريقه لذيذه وسهله، بيوريني كل واحد ابتداء من صفر بيساوي ايه، واحد بيساوي ايه. برافو. هنقدر دلوقتي نعرف ايه هو الاري فانكشن. احنا هنخش هنعمل نيو بورد. تمام، طبعا مع النيو بورد كل الناس بتغير الصفحه بتاع تكست فايل، نعمل لها سيف از، نكتب اسم الجديد بتاعنا اللي هو الاري فانكشنز بي اتش بي، وبنعمل التايتل بتاعنا اري فانكشنز. تمام، ده بيبقى التايتل بتاعنا انسايد ذا اتش تي ام ال. بعدين هناخد كده كوبي من الفيرست اري بتاعنا اللي هو دون، نحطه عندنا زي ما هو كده. تمام، احنا قلنا طبعا في البي اتش بي الاري ادينا فاريبل اسمه اري نمبر 1 بيساوي اري، وهو ده احنا بنتكلم النهارده عن الاري، وقلنا ان الاري بيبقى جواه باكيتس، الباكيتس دي ليها كيز او مفتاح عشان انادي على الباكيتس اللي جوه الاري. طيب هناخد فانكشن صغير كده اسمه كاونت، دي حاجة عاملة زي اللي احنا لسه قايلينها من شوية. account PHP هنقول له echo count parentheses، هنقول له array 1. تمام، نقفل parentheses و semicolon count all elements within the array. برافو، and structure. برافو يا نجمة برضو، ما شاء الله. تمام، الناس بتجرب وتلاقي الايه ال 6 elements. برافو، تمام برافو، تمام. ده function اسمه count، كده عدلي ال elements اللي جوه ال array. طيب function تاني هنقول له او هنسميه max value، يتكتب ازاي؟ php echo max parentheses array 1 semicolon. في عندنا max value وعندنا
مينيموم فاليو. PHP echo array 1 مظبوط تمام. يبقى الماكس فاليو عرفنا الفانكشن اللي نكتب بيه الماكس فاليو اللي هو ماكس هيدينا اعلى باكت، الباكت اللي عندي رقم 42 اللي جواه 42، واقل واحد اقل فاليو عندي انسايد ذا باكتس رقم 4. مظبوط يبقى 42 و4 تمام. تمام مظبوط. هنزل تحت هنعمل بي ار تاج، بعدين هنقول في حاجة تانية اسمها سورت. مظبوط. بي اتش بي نقول له سورت على طول، سورت هنا بالترتيب. مظبوط احنا هنا على طول بنقول له سورت، فبنقول له سورت array 1 تمام. ازاي بقى؟ وهنقول له print underscore r علشان يرتبهم لي، يعني هيسورت هيرتب وبعد كده يطبعهم بطريقه readable. هنقول له array 1 مظبوط تمام. تمام ده فانكشن عشان يرتب، بنقول له رتب الباكتس اللي جوه الاري ويعمل لهم برنت بطريقه ريدبل، فبيروح بيرتبهم بيروح طابعهم لي على طول، موريني برافو 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 يا نجمه ما شاء الله عليك. تمام. طيب هنعمل حاجه اسمها ريفرس سورت. ازاي بقى؟ هنقول له بي اتش بي ار، هنقول له بقى ايه ريسورت اللي هي ار سورت يا ريفرس واي برنت نوت ايكو. طيب انت خدت بالك يا نجمه قبل ما اكمل الحته دي، انت خدت بالك ورا هنا كده لما قلنا له برنت هنا كده برنت؟ مظبوط يا سلمان. طيب لا ثواني هقول لك يا سلمان ازاي. واحد واحد محمد علام فاهم هي نجمه واي برنت نوت ايكو، احنا بنقول له برنت. برنت هنا زي ايكو بالظبط، بس انا بدل ما بقول له ايكو حاجه او وريني حاجه انا بقول له برنت سامي لانجوج كونستراكشن بالظبط. الاثنين بالظبط لانجوج كونستراكت تمام. لكن خليني اقول لك ازاي بالظبط. انا يعني بدل ما بقول له ايكو وريني حاجه او سمع عندي حاجه على السايد بتاعي، لا انا بقول له برنت يعني اطبع دي حاجه زي ايكو بالظبط. يعني في اللغه هي حاجه زي ايكو بالظبط، بس هنا انا بقول له برنت. ولو انت خدت بالك في الاول خالص لما قلنا كان في حاجات في السترينج فانكشن زي برنت وزي 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 كان فيها برنت برضو اللي هو بيطبع لي انا عايز ايه. تمام. كان انت عايز تقول حاجه ثانيه؟ يوزنج برنت ان ذيس كيس داز ايكو دو ذا سيم بريك عايز رب. تمام مظبوط تمام. في there is different. طيب علام رد. طب طيب
ايكو داز نوت نيد برنتسيز برنت نيدز برنتسيز. سمان عندك رد تاني برنتسيز 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 ايكو برنت اونلي وان فاليو. ماشي بابا في حد عايز يرد يقول حاجه تاني؟ يو كان يوز ايكو از ويل وذ برنتسيز it depends. You can print more than one value with echo. Little slower. طيب خلاص سوري يعني انا عملت disable للشات بس عشان نتكلم. طيب خليني اقول نقطه صغيره بس ان الفرق ما بين برنت وايكو ان الاثنين بيدوا نفس القيمه، مفيش فرق بين الاثنين، دي حاجه. تاني حاجه ان انا هنا انا بستخدم array جوه الاري، انا عايز ابرنت. لاحظ ان الكلمه بمعناها بتحدد انا عايز اعمل ايه. يعني انا لما بقول له برنت اطبع وريني ايه اللي جوه الاري، تمام؟ لكن لما هقول له ايكو اري، يعني خلينا كده نفهمها كده بالعالم، اقول له ايكو اري هيايكو الاري الباكت اللي انا عايز احدده. لكن انا لما اقول له الفاليو بتاعتي بتساوي كذا، فانا بقول له ايكو كذا هيديني كذا دون. لكن لما بقول له برنت، فانا بقول له اطبع كل ما هو كل الاري ونظمه كمان بطريقه ريدبل. ما احنا بنحط اندرسكور ار ليه؟ تمام. فالناس ما تتلخبطش وتكون عارفه. انا فتحت الشات تاني، فيا نجمه ارجو ان تكوني فاهمه فهمتي الفرق ما بين الاثنين. يعني نو بروبلم. طيب هنكمل بقى نقول له بي اتش بي ريفرس السورت بتاعنا دون، تمام؟ ريفرس سورت بتاعي الاري كده. انا بتكلم عن الفاريبل بتاعي اللي هو اسمه اري واحد، واري واحد ده فاريبل. الفاريبل دون ليه قيمه، القيمه بتاعته هي اري، فهي thing inside a thing، يعني حاجه جوه حاجه. فالناس بليز ما تتلخبطش، تمام؟ يبقى انا بقول له ريفرس ذا سورت للفاريبل اسمه اري واحد دون، تمام؟ وهنقول له طبعا علشان يفهم احنا عايزين نعمل ايه، فانا هقول له print، بعديها هقول له print underscore r بطريقه readable ال variable اللي اسمه array واحد. مظبوط يا علام. مظبوط تمام. هو هيعمل ايه هنا؟ هيريفرس السورت. هو في الاول عمل سورت فراح مرتبهم وكتبه، عمل لهم برنت. طب دلوقتي انا قلت له طب اعكس، راح جايب القيمه بالظبط يطبعهم بالعكس. ولما طبعهم بالعكس اداني وقال لي ان بقى عندي الباكت رقم زيرو عندي بيساوي 42، تمام كده. احنا غيرنا الكيز بتاعت الفاليو بتاعت الاري بتاعت الفاريبل اللي احنا بنكتبه. الناس فهمت ازاي؟ فاحنا غيرنا او عكسنا الفاليو بتاعت الايه؟ بتاعت الباكتس. اصبح ان عندي الباكتس رقم زيرو بقى بيساوي 42. احنا عملنا له ايه؟ ريفرس سورت، تمام. فاحنا هنعمل بي ار تاج
مظبوط يا مظبوط يا محمد، مظبوط. تمام، في عندنا حاجة تانية، حاجة مهمة، حاجة اسمها implode. نعمل كمان PR tag هنا عشان ايه الناس تعرف تقراه. هنقول له حاجة اسمها implode. يعني ايه implode؟ او اقول له implode بس. ان هو بيعمل implode converts an array into a string using join string. وهو بيعمل implode. الimplode ده يعني ايه؟ نقول له php please echo. هنا بنقول له echo بقى please بعد اذنك string كده. انا بتكلم عن حاجه تانية خالص. انا بقول له string. string بتاع ايه؟ string 1 ده 1 اللي هو بيساوي ايه طيب؟ بيساوي implode. طيب احنا عارفين الكلام ده يعني ايه؟ ستار كده. تمام، بس احنا هنقول له يعمل حاجة مهمة للأري بتاعنا اللي هو رقم 1. نشوف كده ايه اللي هيحصل. برافو محمد، برافو. انا قلت له يستخدم ستريس دي ان اللي في النص دي ريد دبل كلوتس دي ويعمل لي ايكو للسترينج. سترينج ده احنا عملنا سترينج، عملنا قيمه لايه؟ قيمه للاري بسترينج، وسوينا السترينج بتاعنا دون بالامبلود اللي احنا عايزين نعمله. الامبلود دون بيروح مقسم الباكتس اللي عندنا ويوريهاني بالطريقه اللي انا عايزها. انا قلت له حط لي مثلا ستريس، حط لي كوما، حط لي وات ايفر انا عايزه، حط لي ايه، المهم ان هو عمل اللي انا بقول له عليه. The string with the separator. برافو يا سلمان، برافو كده، انت فهمت فعلا. هي مظبوط كده، ناس فاهمة ما شاء الله فاهمه. تمام، برافو. طب في ناس ساكته بقى يعني من الصبح، من ساعه ما جت وهي الناس ساكته، في ناس ما بقتش تتكلم، في ايه؟ احمد نجمه مظبوط. تمام، عندنا مين تاني؟ عندنا احمد. فين احمد؟ مش كريكو. مركزين. تمام، ياسمين، ياسمين نايمه، وندى، وعندنا مين تاني؟ وعندنا سكاي ميرسي برضو، ما فيش خالص. عندنا محمد اهو. وي ار رايت، ماشي، كتابة حلوة برضو، ماشي. طيب بس اهم حاجة، اهم من الكتابة، ان الناس تفهم اللي احنا بنقوله بليز، عشان هو بيتوه شويه. فالناس اهم حاجه ان هي ايه؟ تفهم يعني قبل ما تكتب. طيب زي ما عندنا امبلود، عندنا برضو اكسبلود. طيب تمام، برافو. يعني زي ما عندنا امبلود عندنا اكسبلود. هنقول له ايه بقى؟ بي اتش بي
بص بقى يا نجمة، هنا هنقول له ايه؟ هنقول له print underscore or string 2 an array. تمام، قول له ايه؟ explode ايه بقى؟ كمان parentheses inside the parentheses برضه بنفس الطريقة، نقول له explode string 1 string number 1 نقفل البارنتسيز الأولى، بارنتسيز الثانية من في أوردر كمان. الناس اللي نامت، ايه اللي حصل عندنا دلوقتي؟ برافو، تمام. برافو يا سلمان. print the string as array. تمام، احنا كده عكسنا اللي حصل فوق، يعني فوق خلينا السترينج array بلود الاري، وتحت عملنا explode للسترينج اللي هو اصلا قيمته الاري. print the string to array. برافو، بالظبط، برافو عليكم، برافو، تمام تمام قوي. الناس ما شاء الله صاحي صح، برافو برافو جدا. بحب ادي الكرسي في البلكون كده عشان الجو بيبقى جميل، يعني الجو حر بقى معلش. عليكم السلام. ايه محمد ماشي ولا ايه يا محمد؟ ولا انت لسه جاي ولا ايه؟ انت فين من بدري؟ معلش بقى يا محمد، اتفرج بقى على المحاضرة. طيب في حاجة بس كده، دي اخر حاجه. لا ان شاء الله مش صعبه يا محمد، ما تقلقش، بس اتفرج عليها هتعرفها مظبوط ان شاء الله. الناس هنا كلها ما شاء الله عليهم، يعني عارفين كل حاجه ما شاء الله ومذاكرين. هنعمل بس بي ار تاج كده صغير، هتكلم عن اخر حاجه. في حاجه هنقول الاري بي اتش بي، هنقول له ايكو ده فانكشن اسمه ان اري، ان اندرسكور اري يعني جوه الاري. اوكي يا محمد ماشي. خد بالك ان احنا خلاص قربنا نخلص، فبليز تابع الباقي على اتفرج على بقيه المحاضره ان شاء الله، اعملها داونلود اتفرج على بقيتها. هنتكلم عن اخر حاجه، حاجه بسيطه كده. هنقول ان شاء الله ان اري، في الاري بتاعنا هنقول له ثلاثه. تمام، في الاري رقم واحد نقفل parentheses هنا. احنا بنعمل حاجة مهمة طبعا، دي هنتكلم عليها ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية، المحاضرات اللي جاية، اللي هي حاجة اسمها true or false.
بس انا هنا انا قلت له ان اري، سالته عن حاجه جوه الاري، قلت له قول لي رقم 3 بوليانز، برافو. بقول له قول لي في 3 في السترينج ولا لا. فلما كتبت الكلام دون بدات اساله عن الاري، ناس ايه اللي حصل معاها، تقول لي output nothing بالظبط، لان هو هيجي يقول لي انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه، انت بتكلمني عن باكيت رقم 3 بس output 1. تمام، هو بيقول لي دلوقتي 3 دي مش موجوده الاري، جوه الاري مفيش حاجه اسمها 3، فمش هيديني حاجه، هيستنى كده يقول لي مفيش. لكن لو قلت له مثلا 15 مثلا، قلت له بقى شلت الثلاثة دي وكتبت 15 وعملت كنترول اس ورحت بسرعة على البراوزر وعملت ريفريش، هيديني ايه؟ 15. لو كتبت 15 هت اوتبوت ايه؟ اوتبوت ان اري واحد. تمام، الفورشيك فاليو ان اري مظبوط. تمام، برافو ما شاء الله، الناس مذاكره. وانت يا محمد انت ما شاء الله انت عارف كل حاجه اهو يا محمد. انت زعلان ليه بقى؟ وبعدين محمد من الناس المجتهده جدا اللي بيتابع معايا على طول على الفيسبوك ودايما بيكلمني ما شاء الله عليه. محمد حبيبي يا محمد. طيب ارجو ان الناس تكون فهمت احنا بنقول ايه او بنتكلم عن ايه، وقبل ما الناس بقى تبدا تقول لي مش عارف ايه والكلام دون، خليني ايه احط اساينمنت صغير كده. بعدين في حاجة مهمة، أنا الناس اللي بتاخد الأسايمنت تقريبا مفيش حد بيقول لي حاجة، يعني تقريبا مفيش حد بيوريني التاسك أو بيوريني حل التاسك أو بيوريني أي حاجة. أنا محتاج الناس تشتغل معايا، محتاج الناس ترد على اللي أو تريسبوند على اللي أنا بقوله. يعني لو في تاسك أو حاجة محتاج كل الناس، ومحمد برضو ومحمد كوكيز هناك اكيد طبعا في فرصه. احنا النهارده الاربعاء المحاضره اللي جايه هتبقى يوم الاثنين فرد. مظبوط، فرد، ايوه تمام. في تاسك ايوه او فرد للحصه اللي جايه ان شاء الله. طيب يا بريك، احنا هنتكلم مع بعض بقى بريك بعدين. تمام، ده الفيسبوك اهو ما شاء الله، شكرا استاذه فاطمه. هنتكلم مع بعض يعني، بس ايه على الفيسبوك وكده هقول لك تعمل ايه. برضو انت حضرت النهارده وانت شكلك فاهم وعارف كل حاجه ما شاء الله عليك، فلازم تتابع معايا والاساينمنت برضو تعمله. التاسك يعني ايه؟ ما يبقاش في عندك مشكلة إن شاء الله. يعني أنا هكتب التاسك كده بالعربي عشان إيه الناس تعرف إحنا بنتكلم عن إيه. الناس هتعمل أري، هتعمل أري. ممكن نبعت حل أسايمنت على الفيسبوك. الناس زي ما تحب، الناس ممكن تحط على اسايمنت على الفيسبوك او على الصفحه هي باسمك، على الصفحه الخاصه بالكورس بتاعنا على ملتقى الدارين. ممكن زي ما تحب تسلم الاسايمنت بتاعك اور ان برايفت، ما فيش مشكله، زي ما تحب. الاساينمنت بتاعنا انت هتعمل لي اري، الاري مثلا هيكون في مثلا في ايوه في موجود. تمام، الاستاذه فاطمه برضه هتحط اللينك.
احنا هنعمل الري، الري يكون جواه 10 اشخاص، كل شخص باسم وكل اسم برقم. هو البتاع بيكتب شوية شوية غريب كده. ماشي. هو انا مش، هو مش عايز يكتب مظبوط. تمام. ف let's say ان احنا من هنا كده. تمام. اوبس. لا لسه، لسه اللوب، اللوب لسه ما خدناهوش يا محمد. لا ما تقلقش. الاري دون اللي هتعمل فيه العشر اشخاص، العشر اشخاص كل شخص ليه اسم وليه رقم. يعني هنعمل اري، اري واري انسايد اري. يعني اول حاجه هنعملها ان احنا هنعمل زي ما عملنا النهارده، هنعمل اري عادي خالص، وهنعمل اري انسايد اري، وهنعمل كيز لكل اسم، بحيث ان انا مثلا لما اجي اقول انا عايز مثلا رقم واحد او رقم مثلا اتنين، وعايز اطلع كمان الاسم. يعني مثلا كل واحد ليه اسم، فانا عايز اطلع من الكلام ده لما هاجي انا دلوقتي هكتب علشان يطلع لي النتيجه. فانا هكتب رقم، الرقم هيطلع لي اسم الشخص برقمه اللي انت حاطه جواه، مش برقم الاري، مش رقم الباكت بتاع الاري. انا عايز اطلع كل واحد ليه اسم وليه رقم. فانا لما اجي دلوقتي عند على رقم مثلا 5 انسايد ذا باكت، يطلع لي اسمه ويطلع لي رقمه اللي انت حاطه معاه. فالناس فهمت انا عايز اقول ايه ولا ما فهمتش؟ تمام، برافو. تمام. بقيت الناس احمد بريكا ونجمه بس هم اللي فهموا. وسلمان. ماشي. يبقى عندي احمد بريكا ونجمه وسلمان. في حد تاني ولا الباقي كده؟ شكرا. وعمر. احمد انت زي ما انت، زي ما انت شايف اللي انت شايفه اعمله. انا مش هقول لك انت تعمل ايه او بمعنى ان انت تكتب ايه. انت، انت شايف المفروض تعمل ايه. انا عايز اشوف انت هتكتبه ازاي. تحط له رقم واحد، تحط له رقم 20، يعتبر هو رقمه كام. تمام. ماشي ماشي يا علام، ان شاء الله مظبوط. ماشي. ماشي خلاص. الناس كده كده، الناس تعلم. ما ردتش يعني انت، ولا انت مش عايز تعمل الكلام ده؟ ان شاء الله. انت هتعمل الاساينمنت كده زي ما قلت ولا ايه؟ ولا ايه ان شاء الله؟ بعدين انا عندي في ناس ساكته في الروم. عندي، معاذ، كان حاضر معايا قبل كده، صابر وندى وياسمين وهبه. الناس، الناس دي محدش فيهم بيتكلم خالص. ناس مش هتعمل الاساينمنت، يعني مش هتعمل التاسك. طيب يا علام، هو انا بقول الناس تعمل، ان شاء الله اعمله. ماشي هبه. التمرين سهل فعلا. ياسمين الشرسه. وي ار هير. ماشي.
I won't worry about it. ما مش هقلق. مش هقلق. ماشي طيب، يبقى كده كل الناس عرفت المفروض هي هتعمل ايه. كده الناس فهمت هتعمل ايه. تمام، هنعمل الري ل 10 اشخاص. ده assignment. ماشي، الاسايمنت هو هتعمل لي الري اللي فيه 10 اشخاص او 10 باكتس. ال 10 باكتس دي ليها كل دول 10 اشخاص فعلا باسمه الاول واسمه الثاني اللي هو فيرست نيم واللاست نيم. يبقى ليه اسم ويبقى ليه رقم انسايد ذا باكت نمبر، يعني مش رقم الباكت بس، ده رقم الشخص ذات نفسه. يعني ممكن يبقى الرقم الباكت مثلا عندك في الباكت الثاني بس الشخص ده هو رقم 100. I don't care، بس انا عايز اعرف ده الراجل ده ليه ترتيب عندك، ترتيبه كام، او الشخص ده ترتيبه كام عندك. تمام، مالتي ديمنشنال. ماشي اشوف. طيب يا علام يا ريت لو اشوف. ماشي. اوكي يا علام. طيب تمام. لا كده يا محمد مش هارضة، انا ما سي بلس بلس مش هارضة بيه. انا مش هارضة غير بي اتش بي، انا مش هارضة بالسي بلس بلس، مع ان انا ممكن اشوفه سي بلس بلس يعني اي دونت كير، بس انا مش هارضة غير انه يكون بي اتش بي، عشان السي بلس بلس ما فيهوش ايكو صح؟ السي بلس بلس ما فيش امر ايكو، انت بس كده بتكتب بس كودز. ايوه مظبوط. طيب برافو. لا انا عايزه بي اتش بي علشان ستراكت تايب لانجوج. تمام ما شاء الله، انا معايا ناس مثقفه كتير ما شاء الله. لوسلي تايب. تمام يب. طيب يعني انا هقول بس ارجو ان يا رب تكون ناس فهمت معايا جو بي اتش بي سيكويل يمن. اوكي يا رب اكون فت الناس. انا شايف ان الناس اوريدي جايه متعلمين ما شاء الله. يا رب اكون فت الناس على قد ما قدرت، ويا رب يكون ناس فهمت مني حاجه. ربنا يخليك يا علام. ويا رب ان شاء الله احنا لسه في بدايه بقى العمق بتاع البي اتش بي، ان احنا عندنا حاجات كتير جايه قريبه، بس انا ايه بهدى شويه لان مش كل الناس زي علام عندي وزي محمد كوكيز زي الناس اللي فاهمه قوي. انا محتاج ان انا اهدي شويه عشان بقيه الناس تبدا تفهم معايا بالظبط واحده واحده، عشان ما اضغطش على الناس. ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا سلمان، وبجد يا رب كل الناس فهمت معايا حاجه، وان شاء الله الجاي هيبقى اقوى واقيم، لان في حاجات كتير جايه اقوى محتاجين ان احنا نعرفها. جزانا وياكم يا رب استاذه نجلاء، جزانا وياكم يا رب. ربنا يخليك يا محمد. بسمنت يو. انا ما كتبتش، او احنا كتبنا الفيسبوك، بس انا لو في حد عايز يبعت جزانا وياكم يا رب يا هبه. شكرا جزيلا. ياسمين ثانك يو ياسمين. جزانا وياكم يا رب يا عم. ماشي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الميل بتاعي لو الناس عايزه سترايك تو ميل، لو الناس عايزه ميل على طول مش عايز فيسبوك مش عايز رغي، ادي الميل بتاعي على الجيميل. لو حد عايز سكايبي شات برضه مفيش مشكله. سكايبي اي واحد منهم. بليز. ايه يا علام في حاجة؟ لو طيب تمام. هو سكايبي انا جيفن سكايبي. ماشي السكايبي مكتوب عندك اللي هو محمود اندرسكور حمدي اندرسكور، ده السكايبي نيم بتاعي.
بس وانا ان شاء الله بس ادي اوكي. ثانك يو ثانك يو علم. ماشي خلاص نتكلم مع بعض. شكرا استاذ فاطمه. شكرا الناس كلها، وربنا يا رب يجزاكم كلكم خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.